السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الجزء الأول من الدرس الثاني من الوحدة الأولى من منهج اللغة الإنجليزية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. Lesson 2 Part 1 Science العلوم. أول حاجة عندنا الكلمات Listen and repeat استمع وردد. أول كلمة معانا شيك بيز حمص. شيك بيز حمص يبقى حمص شيك بيز. شيك بيز حمص. ليجيامز بقوليات يبقى بقوليات. ليجيامز. ليجيامز بقوليات. بعد كده عندنا بذرة سيد. بذرة سيد. وصف الطهي ريسيب. 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 ريسيب وصف الطهي. ريسيب وصف الطهي. بوصف الطهي ريسيب. عدس لينتولز. لينتولز عدس. لينتولز عدس يبقى عدس لينتولز. مكونات او مقادير انجريديانس. انجريديانس يبقى ثلاث مقاطع صوتيه. انجريديانس مكونات او مقادير. انجريديانس مكونات او مقادير. بعد كده عندنا الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم. Digestive system جهاز هضمي. Digestive system جهاز الهضمي. يبقى الجهاز الهضمي Digestive system. ميل وجبة. ميل وجبة. Delicious لذيذ. Delicious لذيذ. Delicious لذيذ. Raw صف. Raw صف. Raw صف. هناخد بعد كده الكلمات الإضافية. Hummus الطحنية. يبقى الطحنية اسمها هوماز. هوماز الطحنية. هوماز الطحنية. بعد كده عندنا بشكل مناسب أو صحيح بروبلي. بروبلي بشكل مناسب أو صحيح. بشكل مناسب صحيح بروبلي. بروبلي بشكل مناسب صحيح. بروبلي بشكل مناسب صحيح. بي نوت فور سوداني. بي نوت فور سوداني. ملوكية اللي هي ملوخية. ملوكية ملوخية. جروب مجموعة. جروب مجموعة. سوب حساء أو شوربة. سوب شوربة أو حساء. كشري كشري. كشري كشري. ريجولاري بانتظام. ريجولاري بانتظام. ريجولاري بانتظام. ريجولاري بانتظام. لوكالي محليا. لوكالي محليا. لوكالي محليا. بعد كده تصريف الافعال عندنا بيلون ينتمي يخص. بيلون ينتمي يخص. ماضيها ماضيها ايه بيلونت. ماضيها بيلونت. انجوي يستمتع. انجوي يستمتع. ماضيها انجويد. شيك يفحص. شيك يفحص. ماضيها شيكت. ووتر يسقي يروي. ووتر يسقي يروي. ماضيها ووترد. تيرن يحول. تيرن يحول. ماضيها تيرنت. ماضيها تيرند. هارفست يحصد. هارفست يحصد. ماضيها هارفستد. ماضيها ايه هارفستد. بات يقطع. ماضيها بوت. بات بوت. تيك يقفز. توك. كيب يحافظ. كيبت. كيب يحافظ. ماضيها كيبت. ميك يصنع. ماضيها ميد. بعد كده ناخد تعبيرات وحروف جر هامة. سيش از مثل. سيش از مثل. بيلون تو ينتمي الى. بيلون تو ينتمي الى. فروم فارم تو فورك. فروم فارم to fork من المزرعة إلى المائدة. from farm to fork من المزرعة إلى المائدة. turn brown. turn brown يتحول لونها إلى البني. turn brown يتحول لونها إلى البني. plant in rows يزرع في صفوف. plant in rows يزرع في صفوف. make نقط into يحول إلى. make نقط into يحول إلى.
هنحل مع بعض السؤال على المفردات. هنا هيقول لك اقرأ وأكمل الجمل بكلمات من المربع. هنا جيبنا ميل، وجبات، ليجيامز، بقوليات، دايجستيف الهضمي، انجريديانس المكونات أو المقادير، سيد بذرة. أول جملة معانا يقول لك when we eat عندما نأكل we use our nervous system، يبقى we use our digestive system، يبقى نكتب هنا digestive. Number two I have a very delicious nugget، أنا تناولت نقط لذيذة جدا، يبقى I have a very delicious meal، يبقى نكتب هنا meal. It's chicken and rice، إنها هي دجاج وأرز، يبقى نكتب هنا meal. Number three chickpeas and lentils are، بيقول لك الحمص والعدس يكونوا إيه؟ بيكونوا legumes بقوليات، legumes بقوليات، نكتب هنا legumes. Number four we should have all the nugget of kosher to make it، يبقى يقول لك يجب ان يكون عندنا كل مكونات الكشري لصناعه الكشري، يبقى نكتب مكونات يعني ingredients مكونات او مقادير، يبقى we should have all the ingredients of kosher to make it، يبقى يجب ان نمتلك كل مقادير الكشري لصناعته، يبقى نكتب هنا ingredients مقادير. هنقرأ مع بعض القطعة. From farm to fork، من المزرعة إلى المائدة. هنا بيقول لنا أشرف grows chickpeas، أشرف بيزرع الحمص. Chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kosheri and hummus، يبقى بيقول لك إني الحمص مكون هام من مقادير، مكون هام في من مقادير العديد من الوصفات الغذائية، الوصفات الطبخ مثل الكشري والطحينة. chickpeas aren't a fruit or a vegetable، بيقول لك ان chickpeas الحمص ليس من الفواكه أو الخضروات. They belong to a group of foods called legumes، بيقولك إنه ينتمي لمجموعة من الطعام يطلق عليها legumes بقوليات. Other legumes are lentils and peanuts، يبقى بيقولك إن البقوليات الأخرى هي العدس والفول السوداني. chickpeas are a healthy food، الحمص طعام صحي. they can help to keep your digestive system working properly، بيقول لك إن بيحافظ يساعد في الحفاظ على عمل جهازك الهضمي بشكل صحيح. The chickpeas that you eat the seeds of the chickpea plant، بيقول لك ان الحمص اللي بناكلوه هو بذور نبات الحمص. This is how you grow chickpeas and make them into delicious meal، بيقول لك هذه هي الطريقة التي نزرع بها الحمص ونحولها الى وجبات لذيذة. هنا بيقول لك how to grow chickpeas and make them into delicious meals، كيف نزرع الحمص ونعد منه وجبات لذيذة. أول حاجة معانا بيقول لك plant chickpeas into rows، water them regularly، ازرع الحمص في صفوف ورويه بانتظام. Number two shake the chickpeas plants، بيفحص نباتات الحمص. they should look green and healthy،
يجب أن تبدو خضراء اللون وصحية. في نمبر 3 after a while بعد فترة the chickpeas will turn brown يتحول لونها للون البني. This is when you harvest them and collect the seeds وهنا يتم حصاد وجمع البذور. Number 4 put the seeds into bags and take them to the market بيقول لك ضع البذور في أكياس وخذها إلى السوق. Number 5 مروة buys some chickpeas and other ingredients at the market to make a delicious meal بيقول لك تقوم مروة بشراء بعض الحمص والمكونات الأخرى من السوق لإعداد وجبة لذيذة. Number 6 مروة bought the chickpeas in kosheri and enjoys it with her family تضع مروة الحمص في الكشري وتستمتع به مع عائلتها. وبكده كنا وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة. الدرس القادم هنكمل شرح باقي الدرس الثاني Part 2 Reading. فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.